كثير فكرت قبل ما اسجل هذا المقطع وافكر اني انشره، لانه رح تكون ذكرى كثير سيئه مرقت معنا قبل، بس هيك رح تكون مسجله اول مره بتجرأ يعني اني سجل لهيك شغله يمكن البعض يعتبرها تافهه او ما محرزه، بس القهر اللي عشته بخلال هذا الموقف البسيط يلي ما جاوز 5 دقائق هو اللي خلاني افكر اني اسجل واحكي هالشي. قبل شوي بأفرهين بشارع بهار كنت صافف مع بيل العيادات عم بستنى زوجتي لتطلع من المشفى، فعم برجع بالسياره لنصف على الطرف الثاني او اطلع برات الطريق، فلمجرد اني تجاوزت شخص بتعب زيد ويبدو انه قيادي بالجيش الوطني، مجرد اني تجاوزته واخرته حوالي 10 ثواني عن انه يقطع طريقه، هذا الشيء كان كفيل بانه هو ينزل من السياره ويعتدي علي بالضرب وبالاهانه وبالتهديد بالقتل. طبعا الناس ما قصروا واجه اجتماعي حوالينا كثير ناس، بس كل الناس كانت عم ترجاني اني انا اروح من هذا المكان، لانه هذا الشخص اللي انا تعرضت للموقف معه ممكن يأذيني بشكل مباشر وبشكل اكبر من الشيء اللي تعرضت له هلا. طبعا هذا الشيء صار هلا انا وقت كنت موجود بهذا الشارع. انا ما عم سجل حتى يتاخذ حق، لانه يمكن هي القصه ناكته ما يتاخذ فيها اساسا. انا سجلت فقط للقهر اللي عشته بهي اللحظات وللواقع السيء جدا اللي نحن عم نعيشه، بيخلي شخص يعتقد نفسه اله والبشر حواليه عبيد، هو بيحق له يعمل فيهم اللي بده اياه ويتغطرس ويعتدي ويهددهم بالضرب لانه ما توافقوا مع مزاج معين او لانه نزعوا له مراقبه بقصه بسيطه جدا. بس هيك